ظهور النفط في الكويت يرجع إلى عهد الشيخ مبارك الصباح. ابحث عن الصراع تجد النفط. تاريخ الشعب الكويتي مرتبط بالنضال من أجل تحرير الثروة البترولية. إيجاد النفط من عدمه في الكويت مسألة ضربة حظ. أنا على يقين عندهم المعلومة. هذا اللي يسمونه صائد الامتيازات. أول بعثة إنجليزية للتنقيب عن نفط الكويت 1913. هل كان التنافس بين الشرقية والشركة البريطانية في إيران مصالح الكويت؟ بكل تأكيد، وهذا اللي حصل. الشيخ أحمد بحدسه عرف أن هذه ميزة تفاوضية يجب أن لا يفوتها. ادخلت الحكومة الأمريكية بكل ثقلها. في بداية الموضوع حصلت لصدمة. عقب ما تم اكتشاف نفط البحرين صارت العملية لنفط الكويت حقيقة.